بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة السابعة اللي هي بعنوان التينيا كوربوريس أو التينيا سيرسيناتا. كالعادة في نهاية هذه المحاضرة لابد نفهم ما هي التينيا أو ما هو تعريف التينيا كوربوريس، كيف يحصل الباثوجينيسيس، كيف اللاب دياغنوسيس، كيف التريتمنت. ديفينيشن للتينيا كوربوريس هي عبارة عن fungal infection that affects any body surface، في أي body surface سواء كان في النك، سواء كان في الشيست، سواء كان في الابدومن، سواء كان في الارمز، وهي caused by dermatophytes. إذا تينيا كوربوريس هي بتصيب body surface سواء كان نك أو الشيست أو الابدومن. يسموها كده تينيا سيرسيناتا لانها انيلر ليجنز، وزي ما قلنا دي من هنا سميت الرينج وورم لانها انيلر ليجن. الكوزز بالنسبه لها للتينيا كاربوريس هي اكيد درماتوفايت كوزد باي ترايكوفايتون تونسيرانس، ترايكوفايتون سبيشيز بشكل عام، مايكوسبوريوم الابيديرمو مايكوسبوريوم كانس والابيديرموفايتون ابيديرموفايتون فيلوكوسا. كيف يحصل مود اوف ترانسميشن بالنسبه للتينيا كاربوريس؟ اول امر اللي هو كونتامينيشن او كونتاكت وذ انفكتد انيمال وذ زونتيك، انيمال مصاب احتك معها مثلا انسان حياخذ الانفكشن. النقطه الثانيه انه شيرنج التولز فوميتس، يعني شخص مصاب وبالتالي حياخذ منشفه حيعدي بها شخص اخر. النقطة الثالثة اللي هي contact with soil، بالتأكيد الفنجاي دي الموجودة في السويل، فبالتالي لو هي موجودة في السويل وحصل contamination حتحصل الإصابة. النقطة الرابعة وهي نقطة مهمة جدا، ممكن شخص عنده تينيا بيدس حنتكلم عليها أو تينيا كابيتيز، تخيلوا عنده تينيا كابيتيز جالس يحك في راسه وجلس بعدين يحك في جسمه حينقل الإصابة، أو عنده تينيا بيدس في بين أصابع الرجل فحصل كونتاكت للفطر اللي هو موجود بين الأصابع وبعدين عمل هرش في الجسم وحيتنتقل الإصابة. النقطة اللي هي الخامسة وهي نقطة مهمة جدا، يحصل أوتو إنفكشن. تخيلوا هذا الصورة اللي أمامكم اللي عنده اللي هي تينيا كوربوريس، يعني في مكان معين فهو بيحكها ونقلها من مكان ونقلها مكان ونقلها أكثر من مكان نتيجة لقضية الحك، لأنه موجود فيها أكيد السبورز، موجود فيها الهايفي فحينقلها. طيب كيف يحصل الباثوجينيسيس؟ طبعا سهل الباثوجينيسيس، درماتوفايتس حتصيب الستراتم كورنيوم، حتريليز الكرياتمايز، حيعمل دايجست للكيراتين وبالتالي حيحصل انفلاماتوري رياكشن. طيب النقطة المهمة هنا انه حيسأل واحد سؤال حيقول ان احنا قلنا في التينيا كابيتيز انه ما يصابوش الا تشيلدرن وعللنا انه ما معهمش سيبم، طيب هنا يصابوا الادلت بالتينيا كوربوريس فين السيبم ده؟ نقول ان السيبم هنا اللي موجود بيكون في نارو بورز، فبالتالي كمية السيبم اللي بتطلع كمية قليلة لا تكفي انها تمنع الاصابة بالتينيا. فهذه نقطة مهمة بالنسبة لما حد يسأل ليش انصاب الناس الكبار في التينيا كوربوريس مع انه هم ادلت ويفترض معهم سيبم والسيبم له سترونج انتي فانجل افكت. طيب هنا الاصابة وهذه نقطة مهمة جدا انها بتكون انيولر زي ما قلنا رينج وورم. النقطة الثانية اكيد اتشي بيكون في حكة فيها بشكل كبير، بتكون عملية في raised red or rose edges، لما تشوفوا انتو الـ edges حتكون شكلها شكل روز تماما. الامر الاخر انه حيكون سكالي، لما تشوفوها حتكون سكالي. النقطة المهمة جدا انه central clear، لانه خلاص الاورجانيزم ذا بيروح للاطراف فحيظل central clear، وذي characteristic بالنسبة للتينيا كاربوريس. كيف نعمل lab diagnosis؟ اكيد كلينيكالي نشوف فنقول دي تينيا كاربوريس او تينيا سيرسيناتا. شايفين كيف واضحه كاركترستيك حقها، شايفين كيف عمليه هذه ناتجه عن الاوتو انفكشن تينيا كاربوريس بشكل كبير، شايفين انتقلت هنا الى النك تينيا كاربوريس. تينيا كاربوريس هي كاركترستيك كلينيكالي، لكن عاوزين نتاكد نروح نعمل سكن سكرابينج على ستيرايل سلايد ونطرح الكوتش وننتظر 10 إلى 20 دقيقة ونعمل تسخين جنتلي
والروح نشوفها تحت الميكروسكوب، شفنا الهايفي على طول دي كاركترستيك ونشخص بها انه دي تينيا كاربوريس. واحنا قلنا ما نلجاش للكلشر الا عشان عمليه مثلا اكاديميه، عمليه بحثيه، عمليه عشان نحدد السبيشيز. طيب الان ممكن نعمل كلشر قلنا عشان نشوف السبيشيز ونشوف سبرود اجار عند 25 درجه مئويه لمده اسبوعين، ونروح نشوف الايدنتيفيكيشن، نشوف السيرفيس والريفيرس بالنسبه للطبق. طبعا هذه مثال مثلا تينيا كاربورز زي ما انتم شايفين ظهر في السيرفيس الاشكال الثلاثه، مثلا هنا شكلها باودري وفلات وبيل بافت ويلو، وكمان هنا الريفيرس ظهر شكلها يلو براون تو ريدج، الريدش براون تو ديب ريدنس. ولما نروح نعمل الكلشر، نروح نعمل ناخذ من الكلشر كولوني ونصبغها باللاكتوفينول كوتن بلو، حنشوف حاجه مهمه جدا، حنشوف انه الماكرو كانيديا جروينج الونج ذا هايفي، في ماكرو كانيديا صغيره اللي هي يوني سيلر بتنمو اكوردنج اللونج هايفي. هنا دي كاركترستيك الوحيده اللي هي ترايكوفايتون، اللي هي تونسرانس، ترايكوفايتون تونسرانس هي بتعمل باللي هي مايكرو كونيديا جروينج الونج الهايفي، ولها ايضا نفس الكاركترستيك في الكلشر. طيب ممكن زي ما قلنا نعمل البي سي ار ونشوف السبيشيز سبيسيفيك او بالدي ان اي بروب. الانتي بادي بالتاكيد يوزلس لانها سوبرفيشال انفكشن. طيب كيف نعمل تريتمنت اند البريفنشن؟ نعمل تريتمنت بالتاكيد توبيكال لانها اساسا سوبرفيشال، فنعمل اكيد نعمل كريم للي هو الكروترايمازول ككريم. ولكن لما تكون الاريا كبيره هنا لا ما عاد ينفعش الكريم، نستخدم عمليه الشامبو او نستخدم كمان عشان يغطي اللارج اريا، ولكن هي توبيكال وده ممكن يستخدم لمده شهور. في حاله السيفير بنعمل اللي هو الفلوكونازول او اتراكونازول او تيربافينين، بيستخدم في حاله السيفير انفكشن. طيب عشان نعمل بريفنشن يفضل انه في بيرسونال هايجين، وخاصه عمليه الكولد شاور. الكولد شاور ده بيعمل بريفنت انه بشكل مستمر ما تحدثش التينيا كاربوريس. بالاضافه الى الافويد الشيرنج بيرسونال تول، اكيد لو شخص مصاب ما يستخدمش ادوات الشخص الاخر اللي هي الشخص الغير مصاب. النقطه الثانيه انه اكيد اي انفكتد انيمال، دوماستيك انيمال سواء الدوغ او الكات، لو انفكتد لابد ان نبتعد عنهم. النقطة الثالثة انه اكيد لابد ان نبتعد عن الملابس الضيقة، لانه مع التعرق مع كذا حتكون وفي اي contamination حيؤدي الى ان الشخص ده ينصاب. في حاجة اسمها تينيا فيشياي. التينيا فيشياي في الحقيقة هي بتصيب غالبا الكيدز اللي هم الاطفال او الصغار اللي بيلعبوا مع الدق او الكات، غالبا بتصيبهم في الفيس، فيسموها تينيا فيشياي، وهي نفس الكوزس بالنسبة للتينيا كوربوريس. كنت معكم مع التينيا كوربوريس، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.